السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ ونبارك للشعب اليمني بانتصاره في قرارات هذه التاريخية التي انتصرت لمبادئ الثورة الشبابية الشعبية السلمية ولدماء شهدائها الأبرار. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين. ونبدأ لقاءنا لهذا اليوم بعناوين الصحافة المحلية، والبداية من يومية المصدر. الرئيس يقر الإطاحة بالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرعة. انتزع منظومة الصواريخ من أحمد علي وعزل يحيى صالح في عيد ميلاده. إنشاء عمليات خاصة بقيادة اللواء القشيبي وإلحاق وحدات الإرهاب والقوات الخاصة بها. وزيرة حقوق الإنسان للمصدر: رفعنا قائمة أولية تتضمن 112 مخفيا قسريا والعدد مرشح للزيادة. صحيفة الجمهورية: رئيس الجمهورية يشدد على تهيئة مناخات الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية والأساليب العقيمة التي كانت متبعة. الزياني يعلن تأييد دول الخليج لقرارات الرئيس هادي. البرلمان يشيد بجهود رجال الجمارك في مكافحة التهريب. تشكيل لجنة برئاسة الوالد القرشي لتقصي الحقائق عن المخفيين قسريا. اللجنة التحضيرية تخاطب الأحزاب تسمية قوائم وفودها إلى مؤتمر الحوار. إعادة بناء وترميم أكثر من 313 منزلا ومنشأة حكومية وخاصة في مديرية بني حشيش. صحيفة أخبار اليوم: الرئيس يوحد الجيش ويلغي الحرس والفرقة. القرارات انتزعت الصواريخ والخاصة من أحمد علي وأطاحت بيحيى وصلاح. اللواء محسن مؤيد جملة وتفصيلا قرارات الرئيس لأنها تخدم القوات المسلحة والوطن. القرشي: قبول الدولة برد الأمن حول المخفيين غير مقبول، والحكومة العزلة عن كشف المتورطين عليها أن تستقيل. المشترك يوحد بقرارات هيكلة الجيش ويدعو كافة القوى الوطنية للاستفاف وراء القيادة. محمد علي أحمد: الجانب أصبح غابة فيها الأقوياء يلتهمون الضعفاء، وسندخل الحوار بما يرضي شعبنا. ضبط شحنة بميناء عدن تحتوي على دروع وقيا من رصاص قادمة من الصين. هيئة موانئ البحر العربي تحتجز باخرة محملة بالذخائر في ميناء مكلا. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الأهالينت: وزير التخطيط: الحراك السلمي حرر الجنوبيين من التبعية للأشخاص، ولا مجال للحوار في ظل تمسك أطراف بالسلاح. رئيس مركز الدراسات العسكرية في أول تعليق على قرارات هادي: أتوقع أن القرار يقسم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والمنطقة الشرقية إلى 4 مناطق. المصدر أونلاين: محمد علي أحمد يؤكد مشاركة فصائل بالحراك في مؤتمر الحوار ويهاجم مكونات جنوبية مفرغة. عدن أونلاين: ثمية الحوار تطالب الأحزاب والمكونات المشاركة بتقديم قوائم الممثلين في مؤتمر الحوار. مارد بروس مدير مكتب رئاسة الجمهورية: قرارات الهيكلة تعني إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى وقائديهما أيضا. يماني المجر: بناء على اتهامات السفير لهم باحتلال السفارة، الأمن الجزائري يقتحم السفارة اليمنية ويفارق اعتصام الطلاب بطلب من الخارجية اليمنية. في الصحافة العربية والعالمية نتابع أبرز العناوين ذات الصلة بالشأن اليمني. الاتحاد الإماراتية:
أعاد هيكلة القوات المسلحة بإبعاد نجم صالح وعلي محسن. هذه يلغي الحرس الجمهوري ويقسم اليمن 7 مناطق. الحياة المدنية، اليمن قرار هيكلة الجيش وإبعاد المقربين من صالح. الجزيرة نت، رئيس اليمن ينقل ابن أخي صالح ويهيكل الجيش. قرارات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بشأن هيكلة الجيش وإقالة عدد من القيادات المحسوبة على المخنوع كانت محل تأييد مختلف القوى السياسية والدول الراعية للمبادرة، وهنا نرصد لكم أبرز تلك التأييدات. الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في اتصال هاتفي بالرئيس عن مباركته وتهانيه الحارة لصدور القرارات. وقال الدكتور الزياني إن المضي في طريق إعادة هيكلة الجيش هي عملية لابد منها، ونقل للرئيس تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الخطوات والقرارات والتعليمات وكل ما هو ضروري لخروج اليمن إلى بر الأمان. وقال إن المجتمع الدولي كله يتابع الخطوات الخاصة لتنفيذ التسمية السياسية في اليمن والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، ويدعم كافة الإجراءات والخطوات والقرارات حتى استكمال كافة المتطلبات والخروج باليمن إلى آفاق المستقبل المأمول والسلام والوئام والتطوير والازدهار. اللواء علي محسن الأحمر رحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس، مضيفا أنه مستعد لتنفيذها وأنها تضع اليمن على المسار الصحيح بما يمكنه من الوصول إلى بر الأمان تحت قيادة المشير عبد الرب منصور هادي. وتابع هذه القرارات ستعيد هيكلة القوات المسلحة على أسس فنية علمية ومهنية، ومن سيرفض تنفيذها سيكون مخربا. أحزاب اللقاء المشترك رحبت بالقرارات الجمهورية معتبرة إياها خطوة مهمة وأساسية في التهيئة والإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووصفت تلك القرارات بالملبية لرغبات كافة القوى الوطنية وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك، وخطوة عملية تعبر عن تطلعات شباب الثورة الشعبية السلمية وتحقيق مطالبها. ودعا المشترك في بلاغ صحفي كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد هذه القرارات التي أزاحت المخاوف من الدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن ظل مطلب هيكلة الجيش من القضايا الأساسية والملحة وذات العلاقة بأمن واستقرار اليمن. عادل الشجاع أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء وصف قرارات الرئيس هادي بشجاعة وأنها تصب في مصلحة الوطن وتوجه عددا من الرسائل الهامة. جردت عائلة صالح من الأسلحة التي كانت تقتل اليمنيين خلال السنوات الماضية، وتم إبعاد قاتليكم من قيادة المؤسسات والأجهزة العسكرية. رسالة لشباب الثورة أن الرئيس الذي وليتموه المسؤولية قد بدأ في اتخاذ خطوات عملية كبيرة لتحقيق التغيير الذي ضحيتم من أجله، من شأنه التمهيد لبناء الدولة المدنية الحديثة. رسالة ثالثة وجهتها القرارات وهي للقاعدة والجماعات الإرهابية أن الدولة قد تحررت من هيمنة العائلة واستعادت إرادتها وقوتها. الرسالة الرابعة لبقايا النظام السابق أن الدولة باتت